الإنسان المهري تاريخ ضارب في القدم، ولعل أبرز الشواهد لغته المهرية التي تعتبر من أحد اللغات السامية القديمة. هل المهرية جزء من الحميرية؟ أقول له فيها عناصر حميرية موجودة، استخدامات حميرية موجودة، لكن أيضا اللغة المهرية فيها استخدامات سامية قديمة. لمحافظة المهرة موضعا خاصا في وجدان أبناء المحافظات اليمنية الأخرى. حتى الآن صار أبناء المحافظة الأخرى يتكلموا اللغة المهرية لصغار السن. أين تكمن هذه المشكلة يعني اللي تواجهها المرأة وبالذات بخصوص العادات والتقاليد؟ هذا السؤال أقرب ما يكون بالفخ، لكنني سأنجو من هذا الكمين بذكاء. أنت تعلم الآن الناس وصلت إلى يعني مستوى عالي بالتعامل مع التكنولوجيا. واصلت المرأة المهرية نضالها في سبيل الحصول على حقها، إلا أن طريقها لا يزال محفوفا بالتحديات الكثيرة. داني دانا دوين بالي هو زريج ودانا دن ليالي مهرية يأتيكم في 10:45 ويعاد في الأوقات التالية. المهرية حكاية رمضان.